مسيو شايا، vous êtes sûr انه هيدا الجبل اعلى جبل بالعالم؟ وي على الاكيد مسيو برنار. وشو اسم السميه اللي عم نتسلقه؟ اسمها قمه القرن الزرقاء. او مزيسي على الخريطه إليا القرن السوداء، فرجينا شو هي الخريطه. كتير قديمه، هي من سنه 2015. اليوم اعلى قمه بلبنان اسمها قمه القرن الزرقاء، بتعلى 9200 متر. وصلنا. اوه، اعلى من جبل ايفرست ب 350 متر. اسمع قصة القرن الزرقاء. فازي سنة 2015 بعد أزمة الزبالة بلبنان ما وجدت الحكومة ولا مطمر، فقررت اعتماد القرن السوداء كمكب للزبالة، زبالة كل لبنان، بما انه المنطقة محايدة وما بتخص ولا طايفة. انار، فارتفع جبل الزبالة 5850 متر فوق القرن السوداء، وبما انه الكياس الزبالة لونها ازرق، فالقرن الجديدة صار اسمها القرن الزرقاء.